أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: هل يأثم من رجع في هبته؟ أي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب، هذا وصف ذم، يقي ثم يعود في قيه، هذا تنفير من الرجوع في الهبة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.